الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أصحابه أجمعين. بنتكلم النهاردة إن شاء الله على موضوع الرسم في السيف 12. نقدر نقول إن اللي بيميز السيف 12 طريقة الرسم فيه وسهولتها. قبل ما بنخش في موضوع الرسم، بنشوف كان في سؤال بيقول لو رسمنا الكمرات على وش العمدان وما رسمناهاش في السنتر هيحصل إيه؟ ده المثال بتاعنا اللي فات. جبنا العزومة على الكمرات، هنقوله هنا مثلا 3 و3 وهنا 6 و3 وهنا 4 و1. طيب أنا رسمت نفس المثال بس خليت الكمرات على وش العمدان من بره وهنا على الوش من هنا، ونشوف ايه الفرق اللي هيطلع. طبعا هنا 6 زي ما هي في النص، نشوف ايه اللي هيطلع في الفرق ده. هنقوله مثلا في الكاميرات الخارجية ده 3.996، يعني حوالي 3.1. لو بصينا على ده 3.3، وده 6.3، ده 6.34، يعني تقريبا زيه. هنا مثلا 3.9، هنا 4.1. طب لو شفنا التصميم ده، المثال ده طبعا نخليها فليكسور ونقوله اوكي. اهو هيطلع ده مثلا 1.1 سنتي او 1.2 سنتي. التاني هيطلع 1.12، ده 3.8 سنتي، ده 3.8 سنتي، ده 2.49، ده 2.485. يعني الفرق مش كبير جدا، فرق بسيط. نقدر نقول الخلاصة إن إحنا حسب المعمار اللي عندنا نحط الكاميرات، لكن الأفضل يعني أو بنحاول نخلي من سنتر العمود لسنتر العمود. ندخل على موضوع الرسم. ندخل على موضوع الرسم. نقول مثلا لو عندنا رسم أجساد زي دي، البعد ما بينها 6 متر. لو حبيت أول حاجة، لو حبيت إن أنا أجيب المسافة برسمها على طول من هنا، من هنا من الأيقونة دي، نقدر نحط ايه الأبعاد اللي أنا عايزها كلها وفي المكان اللي أنا عايزه. دي أول حاجة. تاني حاجة مثلا لو رسمت بلاطة بسيطة أهي من غير كاميرات من غير أي حاجة. طيب لو حبيت إن أنا أكبر شوية عشان أغطي العمدان للبلاطة دي، نقوله نرسمها تاني، أعملها أوبننج، خليها سلاب مثلا، سلاب واحد. طبعا بنختار من هنا حسب السلاب اللي عندنا، لو عندنا كذا نموذج او كده. طيب البلاطه دي عايزه اغطي العمود، بعلم عليها، بقول من اديت، اديت اريا، اكسباند شرينك اريا، بقول مثلا عايز ازودها 10 سنتي، احط 10 سنتي. اوكي، زادت دي قلت، يبقى نعكسها مثلا اهو. اديت انا حطيتها بالناقص، مثلا هزودها يا عم 20. ادي اوكي، زادت ال20 عندي غطت العمود لو كان العمود نصه 20 لبره او حسب الاكس، مكان الاكس. طيب عايز اعمل فتحة، ناخد من هنا نخليها اوبننج، وادي الفتحة اللي عندي. طب الفتحة دي فيها عمدان، عايز ازود شوية في الفتحة دي عشان تغطي العمدان، بعلم عليها، بقول نفس القصة، اديت، اديت اريا، وبنزود مثلا 10 سنتي او 15.15، ونقول اوكي. دخلت لجوه، لا انا عايز اطلعها لبره، بقوم ايه معلم عليها واقول ايديت اكسباند، نخليها ناقص 0.15، اتحرك في عكس الاتجاه، تغطي العمود. طب الفتحة دي مش مكانها هنا، عايز احركها، اقوم معلم عليها واقول ايديت موف، موف بوينت اريا، دي بنستخدمها لاي حاجه، لنقطه، لعمود، لاي حاجه. نقوم قايلين مثلا عايزين نحركها في الاتجاه اللي فوق ده، في اتجاه الواي مثلا متر، وعايز احركها في اتجاه الاكس متر برضو، اقول اوكي. بص اتحركت الفتحه كلها متر فوق ومتر للجنب. طيب ايه تاني ممكن اعمله؟ ايه تاني ممكن اعمله؟ طيب انا ما عنديش الكلام ده كله، انا عندي سقف فيه بلكونات مدورة.
قبل ما اقول مدورة ولا قبل ما اقول اي حاجة، نفس السقف تاني، عملها اوبننج، نقوله سلاب، سلاب واحد ناخده اهو. مثلا لو عندي النقطة دي انا عايز احركها، احط عليها كده واقول كليك يمين. بنقوله ايه هي اللي علمت على كله، بنقول مثلا النقطة دي اللي هي دي اهي، كليك يمين، ونقوله النقطة دي عبارة عن زيرو في الاكس و18 وزيرو، المسافة دي الواي بتاعتها 18، ندوس عليها كمان مرة ونخلي الواي مثلا 19، نقول اوكي. اوكي نلاقيها اتحركت. طيب نشوف موضوع البلكونات. مثلا لو عندي بلكونات مدورة، نرسم كده، نرسم كده، انا عايز اعمل هنا بلكونة مدورة وهنا بلكونة مدورة بكامل القطر ده اللي هو 6 متر. نيجي من هنا ونقوله خلينا ارش او ارك سنتر واتنين بويض. نيجي عند النقطة دي ونعلم عليها، ونيجي بص عند النقطة دي ونعلم عليها، نيجي عند النقطة السنتر ونعلم عليها، وبالمثل بقى. يعني عايز اعمل بلكونات هنا، بلكونات هنا، بنفس الطريقة. طيب فاضل عندي لو مثلا عندي كاميرا، لو عندي كاميرا نرسم تاني السلاف، سلاف اهو. لو عندي مثلا بنفس الطريقة، لو عندي كاميرا كده اهي، دي كاميرا عايز احركها نفس الطريقة، ان انا بعلم عليها وبقول edit move مثلا في الواي، لا طبعا زيرو، عايزين نحركها في الاكس 1 متر. اوكي اتحركت 1 متر. طب البلاطة كلها عايز احركها، اعمل ايه؟ اخد ممكن دي اقول هنا كده، لو عايز اسحب، عايز اسحب دي هنا نفس الطريقة، عايز اسحب دي هنا، عايز اسحب دي هنا نفس الطريقة. طيب لو عايز ارسم شير وول او كولوم او الكلام ده، بقول اول حاجة بعملها درو، نخلي السناب بتاعنا مثلا نخليه، انا بحب اخليه 5 5 سنتي، كل 5 سنتي، وعلم على فاين جريد. انا عايز ارسم هنا شير وول، شير وول ده سمكته 30 مثلا، ديفاين وول بربرتيز 30 سنتي، ماشي. عايز ارسمه، نيجي مثلا نكبرها ونقول مثلا نشوفه هنا دي كام، نعلم هنا نقوله مثلا دي 15، يعني ده النص. نرسم مثلا كام متر، عندي كام متر، مثلا 2 متر، نقعد نمشي لحد ما يجي عندنا 2 متر اهي، خلاص. نيجي من هنا نمشي نفس القصة لحد 2 متر اهي، وخلاص يبقى الايه اترسمت الحيطة بأي مقاس. لو عندنا عمدان مثلا ديفاين كولوم بروباتس، نخليها 30 في 30، ماشي 30 في 30. نرسم مثلا عمود، نعلم هنا في السنتر اهو، ودي اهو. طيب انا عندي رسمت العمودين اللي انا عايز ارسمه، عايز احركه بنفس القصة، ان انا اقول edit move point، واقول ان انا عايز احركه في الاكس 2 متر وعايز احركه في الواي متر مثلا. اوكي جه في مكانه متر و2 متر. نقدر برضو ناخد فكرة تانية، ان انا عندي العمود ده عايز ارسم عمود تاني، ناخد من السنتر ده واقول ان انا ماشي كام، 8 متر، 8 متر ومتر، وارسم الايه العمود التاني. طيب العمود ده او العمود ده مايل زاوية معينة، بقول ايديت وانا برسمه اقدر اميله، يعني مثلا ايه العمود هنا بس مايل، اقوم واخد من هنا اخليه مثلا مايل 30 درجة، واقوم رسمه هيظهر 30 درجة، انه مايل 30 درجة. ده الرسم في
في السيف 12 بيبين طبعا ان هو سهل جدا. في نقطة كمان، لو قلنا مثلا النقطة دي زي ما احنا عملناها كليك يمين وكده، لا انا ممكن اخدها كده وبنقوله edit، نفس القصة edit move، بنحطه المقاسات الجديدة، بدل ما اعمل كليك يمين احط في دي النقطة دي مكانها فين. هو قال لك ان النقطة اقدر احركها في الاكس مثلا بوينت 15 لبره، بوينت 15، وفي الواي احركها بوينت 15 مثلا، واقول اوكي دخل لجوه. يعني معنى كده ايه؟ اللي انا حطيته حطيت بالموجب، بالموجب يبقى بيمشي حسب المحاور دي لجوه كده، لكن لو حطيتها بالسالب بيبقى ايه؟ بيطلع لبره. ايديت موف، بخلي دي ناقص بوينت 15 ودي ناقص بوينت 15، واقول اوكي يبقى طلعت بوينت 15 اللي تحت في الواي وبوينت 15 في الاكس اللي هنا. لو قلت زائد بوينت 15 هيطلع لفوق. ده كل اللي ممكن نقوله في الرسم مؤقتا، وان شاء الله بنكمل المرة الجاية في النقل من الاوتوكاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.